بالنسبة للي بدنا نسمعه منكم بالإيفال، بالنسبة لإلي أنا هو شيء له علاقة بالصوت. يعني بدنا هيك، يعني إذا بدي أعطيه عنوان لهيدا الإيفال بقول عنوانه أطربونا. الله. أبهرونا، فرجونا شو عندكم، سمعونا، لأنه خلص صارت القصة على المحك وحرام بس في حدا منكم بده يروح تيبقى في أربعة بالفينال. هلأ بعالم الفن في شيء اسمه إبهار، أوقات واحد بيبهر فجأة هيك الناس، هاي مش كل يوم تجي، حتى لو واحد موهوب كتير مش كل يوم هاي الفرصة بتجي. بتجي أوقات وبيستفيد منها الإنسان وبكون هيك يعني محضر له وبتعمل واقع كبير، مثل مثلا ما عمل مبارح محمد مبارح هيك صدمنا صدمة إيجابية بنص الغنية وصرنا حاسين هيك انه شو عم بيصير، يعني كيف ها، يعني شو عم يعمل محمد مثلا، ليش امتين صار هيك، كانه واحد ثاني امتين صار هيك. عم تفهموا؟ يلي سمعناه من هايدي عظيم، بس هايدي كان لك ايام وصلت لمطارح عاليه، محمد اول مره بيوصل لهون وهيدا شيء بينحسب له حساب، وهيدا شيء يعني واحد بيكون عامل انجاز كثير عظيم بحياته المهنيه. مثل ما كمان رافائيل فل باحلى صوره، احلى مره كان رافائيل امبارح، وكمان صعب واحد يعني يحس انه هو في 50% ممكن يفل وفل باحلى صوره، يعني عطينا احلى شيء عنده لو كان فالي بفرح يعني، وهذا كمان شيء بينحسب له حساب. ايه هذا كمان شيء بينحسب له حساب. هلا منين بيجي هذا الابهار؟ بيجي اول شيء من حسن الاختيار، يعني ملائم الاشياء لبعضها. يعني انا مثلا اول ما فتنا على هالاكاديمي في ناس لفتتني، في أصوات لفتتني من أول يوم، نسيم من أوله بكل صراحة، اليوم عم بحكيكم بكل صراحة، نسيم من صوت بهرني أول مرة هيك سمعته كان عم بغني هيك عملت، يعني نسيم بهيدا الإيفال بدك تبهرنا، لأنه خلال 3 أشهر ما عرفت استعملت صوتك. بالنسبة لي أنا بالإيفاليت شو بدي بالبرايمات، عم بحكي بالإيفال كل مرة عندك شيء، اختيار أغنية غلط مثلا، طبقة مش لطبقتي، مدري شو، إيه ولا لا. هلأ مثلا أنا بدي أسألك سؤال، أنت بتعرف تغني مثلا بتحدى العالم، حافظها نيح؟ قول. لا مش حدا عارف، اجسها كنت مفكر اجمل نساء. شو ما كان، مش كتير شو ما كان، حافظ لوردة، حافظ اكذب عليك. ايه قول. اكذب عليك لو قلت بحبك، لسه اكذب عليك، اكذب عليك لو قلت نسيتك، همسة اكذب عليك، اكذب عليك. طيب لحظة، هن زيتون عيدون بنبض اقوى، بصوت اقوى. اقوى؟ ايه، مع اني انا ما بفهم بالصوت بس انا بسمع. سمعني، فهمتوا شو بقول؟ اعطيني اياها من كل قلبك، اعطيني اياها من كل قلبك، هيك فرجيني بهرني بصوت انه انا عندي صوت يا جماعه، اسمعوا شو عندي. اكذب عليك لو قلت بحبك، لسه اكذب عليك، اكذب عليك لو قلت نسيتك، همسه اكذب عليك، امال انا ايه؟ قول
هيدا صوت رائع. ولا مره عم بسمعنا اياه. رح يجي ويفل بعده باقي طبعا من الاوائل قد ما صوته حلو. عم تفهموا شو عم بقول؟ هيدا الشاب من صوت فات لهون هالقد امبارح باهر العالم. فهمتوا شو عم بحكي؟ هيدا اللي عم اقول لك اياه. هلا بعد عنا ايفال واحد وبرايمين. ان انت بقيت وان ما بقيت وشو ما كان كل شيء بدك تمرق فيه هلا كلكم بهول برايمين العالم كله عم يحضر. اللي ما اللي فوت له شي برايم ما راح يفوت اخر برايمين ثلاثه. كل الناس عم تحضركم استفيدوا من هيدا الشيء. امبارح حاطين ريبورتاج بشو صرتوا مارقين. مش معقول هذا بيمرق واحد 20 سنه بيعمل نجم ما ما بيعملوا هون. يعني غنية ماجدة الرومي بتاخد العقل كانت مبارح. والحلو انه ما بتشبه كيف هي عم تغني. عم تغني انت صار عندكم شخصياتكم. انت عم تغني مثل ما انت بدك. الغنية حنا كلكم. الحلو انه صار عندكم شخصيتكم. صار الصوت عنده شخصيته. صرنا بنعرف انت مين وانت مين من دون ما نشوفكم. هذا شيء عظيم. هذا بده سنين لواحد يوصل له. ووصلنا بمطرح يلا بعد عندكم هالمرتين ثلاثة سمعونا. بكرة بالإيفال بدنا نسمع أصوات. يعني هيدي الغلطة ما بقى مسموحة. طلعت أخذت طبقة مثل ما فاتت حنانة هديك جاء آخر شيء صارت مدري وين ستاكي أنا نزلها بإجرايا. يعني أخذت طبقة ما بعرف وين ما عاد تقدر توصلنا. لك هاي غلطة ما بخل هلأ بدك تغلطوا هالغلطة. سألوا بعضكم اعملوا حدا يعطيك النوت. شوفي أي يفوت حدا يقعد يعطيك الطبقة. الطبقة اللي ما بقى تطلعوا ولا تنزلوا عنا. أو بياخد لي أستاذ نسيم شيء هيك بصير آخر شيء بصير فتش أنا وينو. أنت بتعملها كتير هلأ بتعمل لي قصة. شو عم بفتري عليك انا؟ انا لو ما بحب صوتك قلي ثلاث اشهر بقول لك يا خي غني حاج بقى بين سنينك تغني لي وصوت صغير طلعوا بقى لبرا. ما في بقى بعد في انتوا عم تتنافسوا بالصوت. نقلنا ايه ونقلنا لا. اشتغلنا على كاركتراتكم اشتغلنا على التمثيل. هودي كلهم اليوم بدهم يتجسدوا بهيدا الانسان اللي واقف وعم بغني. ما ضروري يمثل تيكون استفاد من التمثيل. استفاد بوقفته استفاد بكاركتيره انت هيدي الضحكه هالابتسامه اللي عندك اياها على طول هالرياحه انت عم تغني وكانك مش عم تغني. هيدي مش مين ما كان عنده اياها. طلع لي هالصوت الله بيرضى عليك. حاجه قاعد ليك تتغني من طرف شفافك مثل كانه يعني مخبلنا هن لبعدين. خلصنا اذا مخبيهم. اوكي نقوا غنية معكم يومين لا شغلتكم بالموضوع ولا شغلتكم بالتم ولا بشي. عندكم شغلكم الشاغل تنقوا الغنية المناسبة يلي بدكم تبدعوا فيها وتبهرونا فيها وتبهروا الناس لحتى اللي رح يكون هو أقل من غيره فعلا رح يكون هو نوميني فعلا. ما عم نفترع على حدا. الناس كلها عم بتشوف في خمسة بتمنى يكونوا الخمسة مبدعين ونقى اثنين أقل إبداع أو صار أي شيء ليكونوا هن النوميني. نهار اللي رح تجي درة تقول مين النوميني يلي ما رح يطلع اسمه رح يكون وصل على الفينال.